طيب كده انتهت الامور في هذا الوضع، ووصلنا لان حضرتك غيرت ملابسك مع احد الزملاء اللي استشهد في ايه اللي حصل؟ لا دي بتاعه الملابس دي، كان دي بقى قعدت 7 شهور خلف خطوط بعد المده دي كلها. الملابس بتاعتنا ما بقتش ملابس. قعدتوا 7 شهور الاول؟ قعدت 6 شهور و17 يوم. 6 شهور و17 يوم. كان معانا بعد كده اتجمعنا مجموعه، كان معانا النقيب عبد الحميد خليفه. وكان معاه واحد مصاب اصابه شديده جدا. موت يعني، كان واخد دفعه من ظهره طالعه من المثانه. كانت بتبول من المثانه، وكانت رؤوف جمعه كرايم بطل، هو ده البطل الحقيقي للقصه بتاعتنا. يعني راجل يعني كافح كفاح، وكان بيطلب الشهاده، كان بيقول يعني جه طلب مني ان انا اموته عشان ما يبقاش عبء على زمايله في ال 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 في المرة القادم. قلت له ان شاء الله هنرجع بالسلامه قال لي يا فندم، قلت له معلش وفضل معاكم ورجع بالسلامه والحمد لله حبيبي يرزق ومحترم وجميل يعني يا رب ان شاء الله في فرصه كده نبقى نيجي مره تشوفوه. طبعا بطل بطل، وعنده بطل ايه ده، بطل في الاستنزاف، بطل في العمليات، قعد 9 سنين في الجيش ما خدش جزا، حاجه مثال للجندي المصري المحترم اللي هو يعني نفخر بيه. طبعا الله يرحمه يعني الله يديله الصحة ويرحمنا جميعا إن شاء الله. طبعا هو صعيدي من سوهاج، نفس البلد بتاع عبد الحميد خليفة، النقيب عبد الحميد خليفة، وكان معانا السيد عبد محمد علي الله يرحمه، وتوفى من حوالي 5 6 7 سنين، كان رقيب أول مجند، رقيب مجند، كان راجل كويس قوي، ومحمد عبد الرحمن كانوا شايلين عبد الرؤوف اللي هم كانوا مساندينه يعني، ومحمد عبد الرحمن جند محمد عبد الرحمن ربنا يشفيه، تعبان فترة دي شوية ربنا يشفيه يا رب.